ونبقى في المجتمع، حيث يناشد سكان حي بلهاين بقلب عاصمة ولاية جيجل السلطات المعنية للتدخل الفوري لإصلاح وسد الحفرة المتواجدة بوسط الطريق، خاصة بعد تسببها في شل الحركة به وعزل الجهة. وزادت تخوفات السكان مع اتساع الحفرة التي باتت خطرا محدقا بالمرة أيضا، كما اشتكوا أيضا من تكسر قنوات الصرف الصحي بسبب الانجراف. فالتصريحات رصدها عبد الوهاب زناكي. سمعنا ملي هبطت شويه الارض هبطنا باش ما يطيحوش فيها. شو هذا المنظر هنايا تاع بلاصه ولا ريت بيسوا راه ما يكفوا الناس، والريحه بدات تطلع. كاين موفمون هنايا تاع التراب، موفمون تاع التراب سي بوسيبل تزيد تهبط. كاين حل دونجي كان ما يخدموهاش تقدر دير لنا مشكل. بلي دو 5 اون هي هكذا 5 سنين وهي تهبط، صاي ريباري وزيد تزيد تولي دوك حتى يسنى حتى يطيح واحد يموت من باش باش يوليو جارين ساعات والدنيا تولي اون كاتاستروف. ما بالطريق تما سيكرو لداخل الفوحه هذا الراجل والدراري هنا لا 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 لارين تاع البيس والنساء لازم يتحملوا المسؤوليه هذه راهم يجوا يريبارو. من الشتا دي بزاف طاحت الحفراج من طاحت وهذه الدونشي الدراري تاع الصغار اللي يمشيو لنا لاري كي لاري هنا يدبس فهمتني الباب تاع الحانوت تاع الطريق ما زالت تمشي ماذا بينا في اسرع وقت تخدموها هذا ما كان.